السلام عليكم، معكم محمد الرغيس. حبيت نقول لكم واحد الحاجة. يا الشعب الجزائري، يا بلاد المليون ونص مليون شهيد، راني جزائري وانتم جزائريين. حبيت نقول لكم حاجة برك. انا خريج علوم سياسية في ولاية تبسة، خريج علوم سياسية وكنت ندرس في العلوم السياسية، ودرسنا حوايج بزاف في العلوم السياسية الحمد لله، وقرينا الفلاسفة مليح مليح، واسمعوني مليح وتبعوني مليح، تبعوني واش راح نقول لكم. تقولوا محمد اداها اسم رجل تحت فيه باللي انوش، مانيش انوش انا، انا اللي يعرفوني ناس بك اللي يعرفوني مليح واش نسوى. وحبيت نعطيكم واحد النظرية يقولوها نظرية محمد رغيس. انا نعطيكم نظرية محمد رغيس تاع كيفاش نجحوا في الجزائر. وما تقولش وصلت للشيء هذا انا بالسهولة، والله تعبت عليها اخويا ومتبرمت وبرهنت الحمد لله، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، ونحمد ربي سبحانه وهذا من فضل الله، ومش من فضل حتى واحد كربي بزوج رجلين، هذه فضل ربي سبحانه وتعالى. حبيت نقول لكم حاجه، اعطيكم نظريه يقولوا محمد رغيس، هذه نظريه محمد رغيس، تقبلها ما تقبلهاش، وحبيت نقولها بالصريح العباره بالدرجه تاعنا الجزائريه. هذه نظريه خويا راهي سهله خلاص، ندخل لك في السياسه نكبرها لك نصغرها لك والو. نعطيك انا اكزامبل، انا هاو التليفون دوك قاعد ندير بي فيديو، نز التليفون. انتوما قداش نقولوا معايا 50 جزائري احنا في غرفه كبيره، نديكم كل التليفونات تاعكم، كلها في 50 نديكم التليفونات تاعكم. اعطيني طريقه كيفاش تهزوا لي التليفونات وتردوهم بلاش ما تضربوني، وبلاش ما باش ما تشيوني، بلاش ما تشيو التليفونات ما ديروا. اعطيني طريقه كيف تردوا التليفونات هذوك، اعطيني طريقه اللي تحطوا روحها دير روحكم ادمغه ومخاخ. اعطيني طريقه اخويا تزن عندي التليفونات بلا ما تشيني وبلا ما تعيب لي وبلا ما دير والو. هذا نعطيك اكزامبل صغير، هذه نظريه رغيس محمد يقولوا، هذه نظريه رغيس محمد تاع التليفونات. 50 تليفون ديتهم من عندكم، هام عندي التليفونات اخويا، هام ورايا، هزهم خويا ردهم ليك. تخي الشعب الجزائري 50 واحد من الجزائر، انا راني اخويا اوروبي ديت لك 50 تليفون، هاي ديروا التليفونات. تعرف كيف تردهم التليفونات خويا بنظريه رئيس محمد؟ انا نقول كيف ترد التليفونات، انك تخدم تليفون كيما اللي داهولك. مش نجحوا في الجزائر لازم نخدموا، لازم ميسي حتى ما نهزوا نشريوا تليفونات من برا وندخلوا من الجزائر. هم يستفيدوا التطور ويستفيدوا المبيعات ويستفيدوا في الاقتصاد، واحنا واش استفدنا؟ احنا غير شعب مستهلك، ندخلوا التليفونات من برا ونخلصوا الاخر الشناوه ونخلصوا لي زالمون ولي فرونسي لي ستازوني ولا الالمان ولا فرنسا. معليش فرنسا تنزل مرسيدس وتصدر البيجو، تستورد المرسيدس وتصدر البيجو. انت الالمان انا فرنسا نخدم معاك، انا تعطيني المرسيدس انا نعطيك البيجو، الامريكان انا نعطيك الدوتش تعطيني المرسيدس، الجزائر واش هو تدي المرسيدس واش تبدلو؟ لازم مدوا حتى احنا ونخدموا ونقصوا الهضره. وهذه هي نظريه رغيس محمد، وبارك الله فيكم، وتحيه للثوار، وتحيه للشعب الجزائري اللي مسكين ما لقاش بها وين، ونحيي ثاني الجيش. انا كنت في الجيش وعلى بالي بالتعب اللي تتعبوا فيه، وبارك الله فيكم، وراني قلبي يضرني على بلادي مهما كان. خرجت خطك على خرجت انا باسكو كرهت من العوج، وراني نحبكم بزاف، وبزيت من السبان وتسبوا في الناس، ما تسبوا حتى واحد خوياني، رانا خويان ونسوا بعضنا، ولازم نديروا النظريه هذه والله غير تنجحوا بها، باسكو هذه هي النظريه، هذا هو الحل تاعنا، وبارك الله فيكم.